السلام عليكم. تم البارحة في ولاية وهران تدشين ثلاث فنادق دفعة واحدة من طرف والي ولاية وهران، واللي الفنادق هذه تعرف يعني إقبال كبير عليها خاصة في فصل الصيف، وشي هذا شيء إيجابي، حيث أنه هو نعرف أنه مدينة وهران تعرف في الآونة الأخيرة طفرة غير مسبوقة في تطوير البنى التحتية، وكذلك في إقامة مهرجانات وتظاهرات وعدة نشاطات منها سياحية ورياضية وكل يعني، وهذا يجلب بالضرورة يجلب كثير من السواح. أترككم تتابعون زيارة على يعني التدشين هذه، والسلام عليكم. Thank you.